قبل بس ما نكمل مع حضراتكم سلسلة الأخبار الرياضية العالمية اللي معانا، الحقيقة لازم نتوقف لدقائق عشان ننعي اسم كبير جدا قيمة وقامة فقدناها النهاردة، يعني قيمة وقامة في عالم الصحافة وفي عالم العسكرية وفي عالم الرياضة وعالم النقد الرياضي، الأستاذ الكبير إبراهيم حجازي رحمة الله عليه. الحقيقة طبعا بنتوجه لكل أسرته وكل محبيه بخالص تعزينا، يعني ربنا يرحمه برحمته الواسعة، كان شخصية محترمة جدا، شخصية ثرية جدا وعلى عدة أصعدة الحقيقة، فأكيد كلنا فقدناه، ولكن هذه هي حال الدنيا زي ما بيقولوا، والبقاء لله وخالص التعازي لأسرته. أكيد اسم كبير الله يرحمه، وبرضو الجنازة هتشيع بعد صلاة الظهر من المعادي، ده برضو معلومة لحضراتكم.